اول حاجه متعينين على قانون 47 و48. الحاجه اللي بتيجي في صالحنا في 47 يقول لك لا انت متعين على 48، والحاجه اللي بتيجي في صالحنا في قانون 48 يقول لك انت متعين على 47. مش عارفين احنا ماشيين بانه قانون. نمره 2، النقابه بتخصم مني جنيه ونص كل شهر، هي والزماله. بيجي نهاية مدة الخدمة بعد 30 سنة، بعد 45 سنة، بعد 40 سنة، يصرف لي شيك، أروح أهز طولي بعد شهر من خروجي من المعاد، أقف في البنك عشان أصرف 150 جنيه. مع العلم بإن الشركات بتصرف ألوف في نهاية خدمتها. بطلع معاش، أنا بشتغل دلوقتي وبشقى، بلاقي 2000 جنيه مرتب، 2000 ونص، بطلع معاش الاقي مرتبي 600 جنيه، ولا داخل على مرض، وداخل على جواز عيال، داخل على جهاز عيله، مش لاقي. اطلع اسرح بمناديل في القطر، ولا اشتغل ايه، ولا مد ايده واتسول. احنا دي كماله المطالب بتاعتنا، واللائحه الداخليه بتاعت الهيئه ما بتتغيرش، ولا حد بيسال فينا. العقوبات في عندنا موارد دخل جوه في الهيئه، المسارح اللي متاجره للناس الغرب، ليه ما يديرهاش ناس من الاداره وتبقى لصالح العمال؟ المنح الناس بتدي ارباح كل سنه، يعني الشركات قد كده، احنا مالناش فيها. بيديلك منحه 15 يوم، خلوها 20 يوم على الاساس، ويخدم لك منها تأمينات، ويخدم منها كسب عمل. احنا هيخصموا مننا ايه ولا ايه؟ تاني حاجة بالنسبة للحد الأدنى والحد الأقصى، هو عايز يحاسبني الحد الأدنى على إجمالي المرتب. لو نمت شهر في المستشفى ما باخدش إلا المرتب الأساسي، مين هيعوضني عن المرتب ده؟ 400 جنيه. بالك المفروض يعمل لي الحد الأدنى والأقصى على المرتب الأساسي، مش على الشامل. عمال النقل العام في اسكندريه من اشرف العمال بيحسوا بطالبه، ما رضوش يطالبوا باي مطالب ماديه، حتى الحد الادنى طالبوا فيه وهم شغالين، طالبوا فيه وهم شغالين بناء على تصريح رئيس الوزراء ان الحد الادنى عيناه جميع العمال في مصر. ولكن جاء الاستفزاز من المسؤولين، ان المسؤولين اوقفوا الشهرين الخدمه، نهايه الخدمه اوقفوهم. والعمال دي مش دعاه اضراب، اللي دعاه اضراب هم المسؤولين، هم المسؤولين اللي هم بيستفزوا العمال وبيجروا العمال ان هم يوقفوا العربيات، مش العمال. العمال لو قلت لهم اشتغلوا دلوقتي خدوا جزء من حقكم هيشتغلوا، ولكن العمال بيستفزوا، حتى من المحافظ استفزوهم، ان هو بيقول ان هم ما بيشروش 20% من مقدرة الراتب السكندري. لا، اطلع بره وشوف. احنا بنتاسف لجميع الركاب في اسكندريه ان احنا مظلومين، مش قصدنا نظلمهم، ولا احنا برتقيه، احنا عايزين نبني مصر، بس نبنيها لما يتبنى العامل صح هيبني البلد صح، مش اكتر من كده. اخر التطورات، جالنا منشور داخلي من الهيئه ادعاء انه من وزاره الماليه، بيقول ان الشهرين ثابتين لغاية 1/3، وبعد 1/3 اعملوا صندوق داخلي مع حالهم. هيفكروا يعملوا الصندوق اللي اتحط. بالك ازاي تصرف لناس طلعت وما تصرفش للباقي؟ يبقى كان في حد معين انت عايزه ياخد الفلوس دي، يا تصرف للكل، يا تشوف الناس اللي صرفت على حسنا في القاهرة ترجع تاني وتاخد منها الفلوس اللي صرفوها.